ازيكم يا جدعان؟ عاملين ايه دلوقتي؟ نسمع سوا تراك للحر. اسم التراك حس بيا، تراك جايب في 6 شهور 100 مليون مشاهده. معنى ان هو جايب 100 مليون مشاهده ان هو جامد. وانا اصلا عملت اسك على اليوتيوب، يعني قلت للناس عايزين نعمل عليه ولا لا، لقيت ناس ياما عايزين اعمل على التراك. فلو ما كنتش اشتركت في القناه واشترك وفعل الجرس سيب لايك للفيديو عشان تنضم للعيله بتاعتنا. ولو ما كنتش متابعين على الانستجرام، ده الانستجرام بتاعي، تابعين هناك عشان تبقى من ضمن المصادر بتاعتي. يعني لو عايزني اعمل لك تراك، اعمل لك رياكشن على تراك او نسمع سوا تراك، فتروح على الانستجرام على طول هتقول لي، هتلاقيني بعمل لك عليه. يعني بتبقى انت المصدر بتاعي. فلو كنت اشتركت في القناه اشترك وفعل الجرس وسيب لايك للفيديو، وتعالوا بقى نسمع التراك سوا. عشان التراك دوت انا حاسس ان هو لون مختلف، لون جديد، يعني حاجه جديده كده. فتعالوا نسمع التراك سوا. في حاله الشغب احنا ندغدغك، هنلمك في الشبك، مش فاكر السبب، شافنا مرتبك، احنا عيال مؤدبة بس بقلة الأدب بنكمل العدد. طلبت طلبت الترابيزة اتقلبت طلبت. واحد اتنين تلاتة. شوف ما تهمني لفلوسك ولا علاقاتك ولا احتهر، خرجتيني من قلبي، هذه الصراحة. هو الدخل هنا كانوا بيتكلم حبيبتي بيقول لها انا ما يهمنيش علاقاتك ولا يعني انت ما تهمنيش، فيعني هقطع علاقتي بيك. يعني هي الظاهر بقى احس بيها ان هو تراك رايح لحبيبته او تراك حب يعني. فكمل عشان الدخله كده، في دخله هاديه كده. حس بيا من اللي في عيني تشوف بلا ما نشرح، امام والفا نغيب بات ما نصبح، حافظ طرقاني لقدام الرواد فين كتشطح، ساهل بكيت حتى ملي نفرح، ويلا بغيت نوصف جراحي نرسم بحر، موجو عالي وغنلون معاه بالحمر، القراب مني كيعرفوني بعيني كنهضر، من اللي كان بغي نقول ساكت كنقدر، مزروع في قلبي ورد شوكة ولا كتر، هذا دليل ما عنديش قلب من حجر. هذا ما عنديش قلب من حجر، وانا بقول لك مش عارف دموعي ترسم بحر. يعني انا لو دمعت دموعي هتروح رسمه بحر. يعني تراك المود بتاعه حزين، والبيت تحس ان البيت خليط بين الحزن، يعني حلو كده وفي شويه نشاط. خلينا نكمل عشان الفيديو كليب، يعني حلو الفيديو كليب كده ونظام حلو، يعني يستاهل البروباجندا والحوار اللي داير عليه. سالوا مني البحر ما عمره غيخضر، خصو لسان باش يهضر، ولا في طريقي شوف خليهم يجرحوني، عليا يا اما خلعوك ما قدروش يقتلوني، طافي التليفون ويطق في القلب يصوني، وبوحدك لي في هذا الكون ما شفتي كيف شافوني، كتشوفيني صافي واللي داس كافي، واللي فتح ما مطرت ما ولات لك تافي، قلت للريح انت السباب جاوب نافي، كيفاش غنكون اكثر من بارده ولا دافي، راني محتاجك اليوم فين ضايع فؤادي، خليني مهموم ما كنشوف النوم، ما قدر نعيش عادي، شوف الناس كيف تلوم بحدي متهوم، واللي باقي كل شي قاضي، الريح معاونا الغيوم تحجب عليا نجوم، واللي نساكت وراضي. ونزار بقى الفيديو كليب، يعني بيحكي برضك اللي بينقال ان هو اصلا كان زعلان مع حبيبته، او يعني زعلان معاها، فماشي على الطريق بقى وزعلان وزعلان، فعمل حادثه ومش عارف. هو هنا بقى معنى هنا ان هو انصاب، او هو هنا ان هو يعني مات، وده بيحكي بعد ما مات، ولا هو بر مش فاهم. المهم تعالوا نتكلم، عشان انا مش عارف اتكلم عشان التراك جاي من الصراع، فمش عارف اوصفه. اراني محتاجك اليوم فين ضايع فؤادي، خليني مهموم ما كنشوف النوم، ما قدر نعيش عادي، شوف الناس كيف تلوم بعدي متهوم، واللي باقي كل شي قاضي، الريح معاونا الغيوم تحجب عليا نجوم، واللي ساكت وراضي، غلطة ساوية الفلوس مكايت حفاري، كل فخ فين متسوس، كل قلب شنو فيه مساوس فريوس، عديان تخطط وكل شي مدروس، خروض الشيطان نفوس، طيبة والنية واكلها السوس، تمنى وحلامك تولي كابوس، كرفص معذب محتاج ومخصوص، بغيت نقول يا سيدي القاضي كل شي عنده ماضي، وانا ما سمعتوش واخا عليا كينادي، كل شكون يشوف العافيه ويقبل. ثانيه بس، هو في واحد كان بيشتري باين حاجه، فالراجل بدل له الكوبايه او حاجه، وان هو هنا اصلا عايز يرجع لحبيبته تاني وزعلان، واول ما ساب حبيبته الدنيا بتخبط معاه ومخبطه جامد معاه، فالدنيا يعني اول ما ساب حبيبته مش عارف بقى هو اللي ساب حبيبته ولا حبيبته اللي سابها، عشان هو بيقول لها عايز نرجع، ومن بعد حاسس ان الدنيا ضلمه وكحل. وفي واحد مش عارف هو كان بيشتري بقى، واحد بدل له المج او الكب بتاعه مش عارف، بدله بحاجه تانيه مش عارف مسممهوله بقى ولا ايه بالظبط. فهنكمل في الفيديو كليب عشان الفيديو كليب فيه قصه برضك.
لي حادي وانا شحال من حاجه كانت كاتجيني عادي ماشي اي رصاص كانت لي قاك ماشي اي حرب تسال مني لقاك كانت طفى بالنار اللي بغاو وتبقى شاله نفتح كتاب حياتي ونشوف الورود الدابل نسمع الهضره دايره فيها الكذوب وصح في فيا حسن اللي ماشي فيا دابا كيتمسح تحفوا الحروف ظهري ما بقى لسان كيذبح انا اللي هرست الزاج واخا عرفت وغايجرح راهو ما عارفين والو غير سمو الغا شنو ذنبي عايش كيف ما ربي بغا خليهم يقولوا يا امو ما تبكيش عليك نخسر العالم وما يهمنيش راني محتاجك اليوم فين ضايع فؤادي وانا اشرب من المج بقى مش عارف المج ده الظاهر بقى ان هو كان فيه حاجه مخدره او كده فهو السبب كل اللي حصل ده بقى يعني هو الحادثه اللي حصلت ديت بعد المج ما شرب منه وكده خليني مهموم ما كنشوف النوم ما قدر نعيش عادي شوف الناس كيف تلوم بحدي متهوم واللي باقي كل شي قاضي الريح معاونا الغيوم تحجب عليا نجوم واللي نساكت وراضي أراني محتاجك اليوم فين ضايع فؤادي خليني مهموم ما كنشوف النوم ما قدر نعيش عادي شوف الناس كيف تلوم بحدي متهوم واللي باقي كل شي قاضي الريح معاونا الغيوم تحجب عليا نجوم واللي نساكت وراضي بس منكمل الحتة في البيت الظاهر ان هو نظام الفيديو كليب ان هو بيجيب اللقطات المتاخره يعني هو جاب الاول ان هو عامل حادثه وقبل ما يعمل الحادثه واحد بدله الفنجان بتاعه بحاجه تانية انت مش عارف هو في ايه تالت حاجه لا اللي هو حاطط فيه مخدر يا ريت يا جدعان بالله عليكم لو تعرفوا تراكات او يعني حاجه تكتبوا لي اسامي تراكات زي ده اعمل عليها رياكشن المره الجايه وكده فيا ريت تسيبوا لي في الكومنتات فبيحكي قصه الفيديو كليب بنفسه بيحكي القصه نفسها فمش عارف اللي في بتاع القهوه او القهوجي طلع بص لواحد وقال له تمام اللي هو سايق الموتوسيكل مش عارف قصده على ايه بقى وصلنا لاخر رياكشن هو دلوقتي الظاهر ان معنى الفيديو كليب ان هو عايز يرجع لحبيبته ويحبها وعامل كل ده عشانها وفي الاخر اللي موته او اللي خلاه يعمل الحادثه او سبب المشاكل اللي بتحصل له هي حبيبته يعني هو ده اساس الفيديو كليب فكده خلاص وصلنا لاخر رياكشن الفيديو كليب الجامد حلو الفيديو كليب والتراك جامد فبشكر الناس اللي قالت لي اعمل عليه رياكشن لو عايز نعمل لك رياكشن على تراك او فيديو كليب سيب لي في الكومنتات ده الانستجرام بتاعي لو حابب تتابعني هناك وحابين تقول لي على حاجه هناك وتبقوا من المصادر بتاعتي كنت اشتركت في القناه اشترك وفعل الجرس سيب لايك للفيديو عشان تنضم للعيله بتاعتنا اشوفكم على خير في الرياكشن الجاي سلام خارج الترتيب داخل على البيت قديم عايش ولاع بس في كبريت بقرقش ديناميت ماليش في الاتنشن سيكا بربش اخطف صاحبتك عندي كاريزمة عمر الشريف انا مركز الكون ما بعد السما السبع حد بخيل في وقتي ولو ما تستقلش مش هبرع بيه اكل العيش مر الشغل الشغل مفيش فور فري